الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسلين وآله وصحابته وتابعي من واله. جزاء الله خيراً الإخوة المتحدثين من قبلي، وجزى الله الإخوة والآباء المستمعين، وجزى الله خيراً كذلك أهل العريس لاستضافتهم لنا، وكذلك جزى الله خيراً أهل هذه القرية الطيبة على استضافتهم الطيبة. وذكر لك الإخوة ما أوجبه الله تبارك وتعالى على كل مسلم ومسلمة، والإنسان إذا أراد أن يتزوج فعليه أن يختار ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتنكح المرأة ذات الدين وذات الأخلاق، وكذلك ينكح أو يزوج من كان على خلق ودين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والدين أعظم الدين وأساس الدين التوحيد. فإذا جاء تقدم زول عقيدته خربانة لبيت موحدة ذات أخلاق ودين، فما يجوز لوليان هذه البنت أن يزوجوها من هذا الرجل الذي خربت عقيدته والذي لا أخلاق له، لأن التوحيد هو أساس الدين. لذلك قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فنهى الله تبارك وتعالى عن تزويج المشرك الذي يعتقد في غير الله. والمشرك هو الذي يعتقد في غير الله، يعتقد في الموتى، ويعتقد في أصحاب القبور، ويعتقد في الأولياء والصالحين بأنهم ينفعونه أو يدفعون عنه الضر، أو يملكون له رزقا أو صحة أو عافية، أو يباركون له في زواجه. وكثير حاصل في المجتمعات. بعض الناس إذا أراد أن يتزوج أول حاجة يمشي للشيخ: أبوي الشيخ والله طبعا أنا نذر الزواج. وقد يكون صاحب أبوه الشيخ ميت له 200 سنة، يشاوره شوف لي خيرة البدي، نافعة معاي ولا ما نافعة معاي. وكمان إذا بقى حي الشيخ يجيه عديل يقول له: أبوي الشيخ أنا دار الزواج. يقول له: البدي ما في خيرتها معك ما كويسة، ما تتزوجها. طوالي بخليها عشان كلام إنسان يعني يعتقد فيه أنه صالح وأنه ولي لله تبارك وتعالى. إذا كان منعه بسبب شرعي معليش، لكن بس مزاج تنظير، يقول له: والله رقدت في الخيرة وشفت البدي ما كويسة معك، فعشان كده ما تتزوجها. فده كلام باطل. فالإنسان يتزوج ذات الدين وذات الأخلاق المحترمة المحتشمة التي لا تراها الشمس. والله زوج لك واحدة عفيفة وشريفة، الشمس ذاتها ما تشوفها. لكن واحد يتزوج، بعض الشباب هداهم الله، أول حاجة شافها في حفلة وشافها لابسة ضيق وعاملة لها 18 لون، وشها بالله كله ألوان تقول حوش روضة، أصفر وأحمر وبنفسجي. فأول ما شافها وشافها البيت لابسة ضيق وكده عجبته، بس طوالي دق لأمه: يا يمة عليك الله، بس البيت في الفيديو رقم في الدقيقة 17، عليك الله البيت دي بيت منو؟ يقول: دي بيت حاج فلان، بس زوجوه علي. ما عجبه بس الشكل، عجبه الشكل ولا أخلاق ولا دي. أمه تبرجة وترقص قدرتها في الحفلة، هو شافها في الحفلة. عشان كده أول ما يتزوجها بعد شوية بيلقى الفراغ، لا أخلاق. وكل يومين أسمع عندنا حفلة، كل يومين تتجيه، وفي البيت تلقاها قاعدة
بالملابس الوسخانة والشعر منكوش وريحة البصل والثوم أجارك الله، عشان كده بلقى ما عندها موضوع، يمكن يرجعها لك بالكعك بتاعه، مش أمها رسلت معاه كعك وبرجعها بالكعك لأنه لقى الشغلة ما جايب حقها. فالمتبرجة الإنسان يخطأ، وبرضو لو واحدة عندها عقيدة ولا معلقة لها حجاب ولا بتعتقد في الموتى، يشوف لك شوف واحدة غيرها أحسن، شوف لك واحدة موحدة لله تبارك وتعالى، محتشمة وملتزمة بدين الله تبارك وتعالى، ومحافظة على الصلاة، ولا تصافح الرجال، ولا تستمع إلى الغناء، ولا تخالط الرجال، ولا تخالط الشباب في الجامعات ولا في المدارس والكليات، لأنه واحدة تلقاها مما خشت الجامعة شغالة خالت لما يتخرجت خالت لها كم 600 واحد ذات، دي ما بكون فضل فيها ذاته شعور ولا إحساس، والله كان فتشوا تحت تلقوا عندك الصعود. ليه؟ لأنه قاعدة مع الشاب يدردم السف، والله طبعا ده الدقيل الأصلي أحسن صعود، وتشم تشم ريحة الصعود وريحة السجاير، وبعض من نعرفهم والله قالوا في بنات بيشربن سجاير، وفي بنات بيشربن شيشة، وفي بنات بيشربن أجارك الله السجارة الكعبة ديك اللي بتخلي الزول مدروش، تخلوه برا الشبكة بنات. عشان كده ده يا ناس الحاصل، فالإنسان يكون حريص. شوف زي ما تخش السوق بيتعزل، والله يا جماعة البرتغال ده ما سمح، ده برتغال مصري، والبرتغال المصري ده ما كويس، برتغال بلدي يقلب، والخدار والطماطم دي حمراء ودي صفراء، والعجور ده ماله ما كده، وما بيتغشى كله في الطماطم. أول ما يجي في العروس بس يشوف لك أحسن واحدة شكلها من برا سمح وألوانها كثيرة ولابسة ضيق وخطوطة ليه ما عارف وين، بعدها يقول بس دي الا أنا دايرة. أول ما يتزوجها بعدها بيلقى الشغلة فارقة، بيلقى الشغلة فارقة، وبعدين تاني ما بتتلتي، والله جت يقوم يطلقها وتحصل مشاكل ومحاكم وجرجرة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ريع وراك واختار لك، قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك، ذات الدين دي والله بتريحك، بتكون قنوعة وبتكون يعني ملتزمة بأوامر الله تبارك وتعالى. وكان قلت لها ما تمشي الحفلة ما بتمشي، وهي أصلا ما بتمشي، لكن لو أمرتها بأمر تنفذ طوال، لكن دي يمكن تكفل معك عديل بنية شلاليت عاد، لأنه ما متقيدة بدين ولا عندها أخلاق، فتحصل مشاكل كثيرة. وزي ما الجرائد بتنقل زوجة تقتل زوجها بما عارف ليك بيد مدك، واحدة تاني كبت فيه موية نار، واحد هناي، وده دي الشغلة اللي بوديك لها شنو انت ذاتك. شوف واحدة دايرة سترة، أو واحدة مطلعة ودايرة التوب 2 مليون، تلقاه التوب ب 2 مليون ما مغطي الكرعين، والله تلقاه ب 2 مليون وما مغطي الكرعين، وأي زول غيور وأي زول يعني له نخوة يغار على عرضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مكتوب على باب الجنة لا يدخل الجنة ديوث. الديوث ده شايف المرأة متحننة وراسمة ولابسة لها توب شفاف ومتعطرة ومارقة ماشية الحفلة، أها ماشية وين؟ والله ماشية في حفلة في نادي ما عارف وين، والله طبعا والله دي 50,000 والله ما عندي غيرها، لكن برضو ما تدخل، اديها حق المشوار. وبدل يقول لها ترزعي جوا خشي، يقول لها ما تدخلي، تجي الساعة 12 بالليل كرو افتح وبتاع، في حاجة بياكلوها؟ والله ما في كذا هناي. يا ناس دي بلاوي ودي مصايب ابتلينا بها، والزول يكون حريص، فاظفر بذات الدين، بذرة ذات دين وذات أخلاق. والحاجة الثانية كثير من الناس استغرب الزواج ده، أي زواج يقول لك فيه يا أخي مالو لي الفنان منو وجايبين منو من الفنانين، ودي أنا رسالة برسلها لكل فنان وكل فنانة، ليعلموا تماما أنهم يساعدون في نشر الفساد والإفساد، ويساعدون في نشر الرذيلة، ويساعدون في نشر الزنا والخنا، لأن الغنى كله وحيات عيون الصيد وكله تأمل في النسوان، والله عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، فإنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكذلك ما يجنون منه يعني الغنى ده، هم بيتكسبوا من وراء قروشهم دي حرام، وما بيجوز لو فنان عزم كوباية شاي ما تشرب، والله جد فنان عزم كوباية شاي ما تشرب، لأنه ماله حرام. والغنى ذاته بقى فيه شرك، الغنى ذاته الآن بقى فيه شرك، ما
ما اسمه بتاعه اسمه منو هلالية ذاك؟ قال نادوا لي الشيخ يقرأ لي ياسين حالتي زي الطين وما عارف شنو يا زول. كمان بعد الخيابة جاب الشري بعد الخيابة الشيخ دخلوا شنو هنا؟ الشيخ قال حبيبتي نافرة زي الطين يا أخي إن شاء الله تنفر منك ذات. فالمهم ده كله باطل ينشر ونجوم الغد وما عارف إيه وعمك الكبير ذاك ها ها يلا يا بنتي يا رماز وغني وهاي يا سوسو وتلقاه قاعد عمك كبير عمره قريب 80 سنة عمك كبير أسأل الله يهديه وإما أن يخرس لسانه والله زول كبير ما لكل يا أخي ما بعد أشوف لك مصلاية وبريق وشوف صلاتك بوين واعبد ربنا لحد ما يلقاك يجيك الموت تلقاه وقاعد وسط البنات الشابات وزول أنا ما بعرف ذاته دي ياتو قلب ده بقلب قوي وطبعا الغنية دي غنتها ما عارف فلانة سنة 56 والجماعة يشيلوا معاه ويغنوا وهو قاعد وكله بيجيبه في كل رمضان. شوف الزول ده ما بيجيبه إلا في رمضان. أسأل الله أن يعامله وأن يعامل من يأتي به ومن يعينه ومن يدفع له ومن يجهز له بعدله ويرينا فيه آية تقر بها عين المؤمنين لأنه بيجيبوا لك نجوم الغد وبيجيبوا لك ما عارف أغاني وأغاني قبل صلاة التراويح بلحظات كده تكون ماشي التراويح تقول الليلة جايبين الفنانة فهيمة يا زول الله دي ما بتتفوت تلقاه خلى التراويح عشان فهيمة يا ناس ده مجتمع يقول لك طبعا المجتمع الآن بقى والله بقى كعب بقى كعب ما انتوا ساعدتوا في الكعب ده ذاته. عشان كده رسالة للفنانين عليهم أن يتقوا الله وأن يعلموا أن الغناء محرم بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالإجماع الأئمة والعلماء. وما دار كلام كثير يا ذول آية في سورة لقمان وآية في الإسراء وحديث في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحاجات دي حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في ناس بيجوا يحللوها. الحر يعني الزنا والحرير معروف قماش والخمرة معروفة والمعازف المعازف والغنى بالمعازف ده محرم فما بجوز الإنسان يستمع إلى الغناء ولا أن يأتي به الفنانين. عشان كده الناس يستغربوا يقول لك والله جابوا لنا محاضرة يا أخي ودي يعني زول ابتدى حياته بهذه النصيحة وبهذه الدعوة إلى التوحيد فهذا بإذن الله تبارك وتعالى سوف يجعل الله عز وجل له خيرا عظيما لأن ربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فزول بدأ حياته الزوجية بحفلة وزول بدأ بدعوة للناس للخير وللتوحيد وللأخلاق الفاضلة فما في أصل مقارنة بين داء وداك. داك بدأ بمعصية لله تبارك وتعالى وربنا أنعم عليه بزوجة مفروض يشكر ربنا عليها ويتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة أول ما يفتتح ويبتدئ حياته الزوجية يبتدئها بالمعاصي. يجيب لك الفنانة ويجيب لك الفنانين والعازف بتاع البنقس والبتاع الرباب داك والمهم يبدأ. عشان كده تلقاه بعد شهرين ثلاثة الشغلة بقت معه ما لك يا زول زهجان وقاعد في الدستك برا والله المرة دي راسها قوي خلاص انت بدأتها بمعصية كيف المرة تبقى راسها كويس؟ يقول لك والله المرة دي والله أنا كان عارفها كده ما كان اتزوجتها ما زمان قلنا لك فاظفر بذات الدين. فطوالب تبدأ المشاكل وبتبدأ النزاعات لأنك ابتدأت الحياة بمعصية الله تبارك وتعالى. فأنت أحرص على أنه يعني الزوجة تكون صالحة وافتتح حياتك الزوجية بطاعة واشكر الله تبارك وتعالى على أن من عليك بزوجة. في ناس لسه ما تزوجوا ذاته والله في ناس واحد عمره 50 سنة ما قادر يتزوج وفي ناس الواحد عنده المال ويش لكن ما قادر يتزوج. فربنا أنعم عليك بزوجة أحمد الله تبارك وتعالى واشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ودي آية من آيات الله تبارك وتعالى كما ذكر الإخوة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والحياة بتكون طيبة بينكم إذا كانت على الطاعة وعلى التوحيد والاستقامة دي حياة بتكون طيبة. لكن أول ما تكون فيها معاصي وفيها تبرج وسفور بعد الشغلة بتبقى يا إما تبقى ديوث راسك عديل وإما كمان فارقت الطريق ده لأنه دي ما حياة بتستمر مع زوجة بهذه الطريقة. فلذلك نوصي أنفسنا وإخواننا أول حاجة حفلتك ما العروس عرستها ما تعمل لها حفلة. الحاجة الثانية ما تخطها في الكوشة وفعلا كوشة
تلقى الجماعة يعاينوا في العروس، والله ما شاء الله عزال، والله ما شاء الله، والله ما شاء الله تزوجت لكن نعمة، والعروس ملبسونها زفاف، كتافينا برا وجسم حاجات ثانية برا، وبعد ذا واحد يجي يسلم على هذا منهزة، مبروك يا عروسة، مبروك يا عروسة، وذاك بشرب قاعد، شربه كبير وقاعد ولا دار يتحرك يا زول، يسلموا عليها ولما يهز هز. فعشان كده انت خليك زول حريص، اول حاجه اقول لهم شوفوا بعض بعضا، ودي رساله لبعض الامهات، واحده تقول لي ولدها دي يا ولدي فرحه العمر ودي حياتك، اول يعني مره تتزوج فعمل لك حفله وما بتعمل حاجه، قال لك منو ما بتعمل حاجه، فقول لها يا امي شوفي والله انا بحترمك واي حاجه، لكن حفله انا ما ببدا بها حياتي، لانه دي معصيه والغنى حرام، ربنا قال في القران ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين، وربنا قال في القران في سوره الاسراء للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. العلماء قالوا صوت الشيطان الغناء والمزامير والباطل، فما تبدا ولا طاعه ولا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، الحفله معصيه ولو عصيت فيها امك وابوك ما في، ليس عليك حرج وليس عليك باس، لانه المجتمع يصعب ان تقنع المجتمع السوداني ان الغناء حرام، والله ما بتقدر، والله الا زور ربنا بس هاديه، لكن البص السياحي اذا تركب وشوف طبعا بيسافر كثير، اول ما تركب البص السياحي، البص السياحي يبدا لك بغران يجيبوا لك الزين، وبعد شويه ثاني يجيبوا واحد الشيخ يتكلم، بعد شويه يجيبوا لك ناس النكت، ودول برضه مجرمين ليهم يوم بيتكلموا لك الاخوان عنهم، وبعد شويه يجيبوا لك عمك ده ذاته نجوم الغد وايه وايه في الحافله وفي البص، تتكلم البص كله يقوم عليك 48 نفر، يا زول انت لو ما داري اعمل لك عربيه خاصه، دي مركبه عامه، هي عشان مركبه عامه المفروض ما يشغل تحكم الناس بمزاجك، عشان مركبه عامه ما تحكم الناس بمزاجك، يا اخي انا مصدع ما داري اسمع اي شيء، وداك بغادي كورك وده يجوط واوا، زي ما مره واحد مره جايين من الدمازين راكبين البص السياحي، الزول شغل غنى، قلت لكم ساري، قلت لي عليك الله يا اخي شوف لنا قران ولا اي حاجه كده، عليك الله نحن ماشيين على القدر ما معروف، يمكن نموت يمكن البص ده يحرق يمكن اي تحصل اي حاجه يمكن نموت يا اخي، نموت لنا على حاجه كويسه، الكمساري كويس والله استجاب، واحد بهناك سمعني قال لي الغنى ماله، ولانه جابوا فنان ميت ومات من هنا كان متحرك من شندينا اسمه نادر خضر، قلت له يا عم انا الغنى حرام، والزول ده مفروض غناه يمسحوه ثاني ما يشغلوا، لانه بعد يشوفوا له عمل صالح، عمك عمره 60 سنه قال لي الغنى ذاته عمل صالح، قام واحد شاب من هناك قال له يا حاج الغنى عمل صالح، قال له اي، قال له والله حاج ترى احسان، والله قال له الغنى ده ما عمل صالح، العمل الصالح ده بينفعك جوا قبرك لكن ده ما بينفعك، وتعال شوف المشكله، البص دور واحد عمك كبير ثاني قال انتم ما ديمقراطيين يا حاج كيف يعني، قال البص ده فيه 48 نفر دايرين يسمعوا الغنى وانتوا نفرين ما دايرين الغنى، قلت له يا اخي خلينا نحن الله والرسول ما دايرين، نحن نبقى مع الله والرسول ولا نبقى معاكم انتوا؟ قام سكت، قلت له تعال يا اخي انت اللي عاجبك شنو يعني، عاجبك شنو في الغنى ده؟ النسوان العريانات ده اللي عجبتنك؟ قال لي اي، قلت له بترضى بنتك ومرتك اكون جوا؟ سكت، ثاني واحد بينك البص ده يا زول من الدمازين لحد قريب مدني، البص ده يغلى كده، بعد شويه جاب ناس النكت، بعد شويه جاب لنا واحد مبتدئ عبد الحي ولا منو ما عارف، واحد ثاني جاب واحد ثاني مبتدئ مصري، المهم لحد ما خشينا الخرطوم، لكن صعب صعب تقنع الشعب انه الغنى محرم والحفلات محرمه، الحفلات دي بتحصل فيها بلاوي وبتحصل فيها فتن لا يعلمها الا الله، والله جد، وزي ما قلت لك الغنى بيقى فيه شرك، زي ما بغني الفنان ده وحياة الشامل في خديك وحياة عيون الصيد، وواحد ثاني بيقول يا ما بحبك وبعبد حبك، ده ما شرك وكفر بالله عز وجل، وعبدت القبر يا سلمى لأن القبر ضماكي، عبدت الله في سري لأن الله سواك، القبر بيعبد علني، يعبد القبر علني وربنا بيعبده في السر، قال عبدت القبر يا سلمى
لأن القبر ضماك، عبدت الله في سري لأن الله سواك. الله بيعبده في السر، وده زول جاهل وزول مشرك بالله تبارك وتعالى. في النهاية الغنى بقى فيه شرك، وبقى الآن من الفنانين زي واحد تاني برضو بغني الصلاح رجال كسرة سيد الحسن في كسرة، ده شرك بالله عز وجل، يدعو الحسن وما عارف يدعو الصلاح، ده شرك يا ناس. الآن الشرك بقى منتشر عبر الغنى والمدايح وعبر الأشعار والكتب بتاعت الصوفية وغيرها والمجتمع، وبعد دايرين أننا نسكت. بعض المبتدعة وبعض ممن ينتسبوا إلى السنة دايرين أننا نسكت عن الصوفية، ودايرين أننا نسكت عن الأخوان المجرمين، ودايرين أننا نسكت عن الباطل ده كله. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إلا يتوفانا الله تبارك وتعالى، بعدين تاني بعد ذلك ما نسكت. لكن ما دام حيين وفينا نفس نحارب الشرك الذي يدعو إليه عباد القبور، ونحارب الباطل كله بكل ما أوتينا من قوة، معذرة إلى الله تبارك وتعالى، ولكأن ننقذ العباد الذين في الشرك بالله تبارك وتعالى. الليلة في كم إنسان بيعتقد في بتاع كدباس؟ ما سمعت القصيدة؟ قال خبر السبعتين يرد لك يوت يجعل المشاور فوق الحياة والموت. ده قال له خبر السبعتين، السبعتين ده عارف يعني شنو؟ يعني خبر السماوات والأراضين. قال له بيجيك طوالي. قال له خبر السبعتين يرد لك يوت يجعل المشاور فوق الحياة والموت. تشاوره حي وميت تشاوره، كان شاورته ميت زي شاورته حي، وكان شاورته حي زي شاورته ميت. يا ناس ده دين. عشان كده الآن الصوفية مشوا أمريكا هناك عشان يصدوا الناس عن دين التوحيد، وعشان يوقفوا دعوة التوحيد بزعمهم. ربنا قال في القرآن، وشوف نحن نعتمد على الله تبارك وتعالى في الدفاع عن دينه وفي الدفاع عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يعتمدون على البيت الأبيض، ويعتمدون على رجال الكونغرس، ويعتمدون على مجلس الشيوخ، ويعتمدون على أولئك الكفر الفجرة، ونحن اعتمدنا على الله تبارك وتعالى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. والله دي أكبر وصمة بتاعت عار على الصوفية، إن يمشوا هناك البيت الأبيض إدباكوا، وقفوا الناس ديل، وقفوا الجماعة ديل. ما قالوا إسماعيل الولي كان جات مصيبة ينادوا، ما كان تنادوا إسماعيل الولي، ليه جالته أمريكا؟ وإسماعيل الولي قبته ما قدر يثبته، قبته الموية قرقرته لما وقعت في رأسه وذاته ما قام، قبته ما ثبته. والخنجر وغيره من أئمة الضلال اتبجح، قال الشيوخ بنزلوا المطر خليه يثبتوا القبة، خليه يثبتوا القبة بس، المطر الأسى جاي ده والبريق ده، ده والله حق الله. احنا في السودان مرات بنمشي للمشايخ بندفع القروش قدر ياسين بتنزل الأمطار، والمطر زاد مرات بيدوها على حسب الطلب، عجبك ما عجبك امشي افتح لك بلاغ في الشرطة. في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب، في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب. سمعت الخنجر؟ قال في ناس بيدوا المطر على حسب الطلب. يا اخي انت قالوا طلب فول على حسب الطلب؟ ده شغل بتاع ربنا. ربنا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ربنا قال في القرآن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ربنا قال في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربنا يقول في سورة النمل، والآيات دي
قوية جدا وآيات كالصواقع على رؤوس أهل التصوف. ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أي يشركون كما فعل ذلك المجرم المسمى بالخنجر بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام دمنوا يا جماعة دا الله ولا شيوخ الخنجر دا الله أي زول موحد بيقول دا الله أما الخنجر دا مشكلته براو دا شغلته طويلة والله يا كلامه دا يستحي منه حتى المجنون أمسك لك أي مجنون في الشارع قل له يا تعال في مخلوق بينزل المطر وحسب الطلب دايرة شكشاكة دايرة بيش عفوفة دايرة معاه هوا دايرة ببرق دايرة برعد طيب يا الخنجر مطركم برعد ولا من غير رعد مطركم بتنزلوا وين انتم غاية المطر النزل في الأرض ده كله حق الله انتم مطركم بتنزلوا وين ومطر ربنا بيجي في الخريف انتم مطركم بيجي فيها تفصل ورونا انت قال الناس دي عندنا جنابير يا الخنجر لكن لما نزل يكون صوفي بيصدق بيصدق أي حاجة الشيوخ بدوا المطر وبيدوا الجنة وبينزلوا وبيعلموا ويشوفوا يجيبوا الرائحة وبيعلموا الغيب وبيتصرفوا في الكون زي ما قال عبد الرحيم الزريبة قال حسن وتحسون سيدكم حسن فوق الكون متحكم ما ورانا بهيدروليك ولا بعتلساي فمنا متحكم شنو يا زول والله بطنه لو مسكته ما يتحكم فيها بطنه لو مسكته إلا يجري الحمام اللي يحقوا لبريك هناك كذابين ومفترين ودجالين أكلوا أموال الناس بالباطل وصدوا الناس عن ذكر الله وعن توحيد الله ولكن هيهات هيهات دين الله بقيف دين الله ده ما بقيف يا زول والله الذي لا إله غيره أن إحنا لو متنا الليلة بيجاي بكرة ربنا يجيب ناس أشد مننا يدعون إلى توحيد الله ويصطع بالتوحيد وكل الخزي والعار على من تملص وتنصل عن دعوة التوحيد الليلة في جماعات كثيرة جماعات كثيرة تدعي أنها على التوحيد وتدعي أنها على السنة أما في التوحيد وفي مفاصلة أهل الشرك يمشي يعزوم ما سمعت الجماعة فاتوا عزاء وداك بتاع طابت مش قبل فترة مش واحد مات من شيوخ الصوفية اسمه الجيل بتاع طابت وقالوا رجل طابت كان به من نفوس طابت عظيم محمود قلت له لا انت غلطان رجل خابت كان به من نفوس خابت تعيث مذموم ده الزول المات ده قال السمانية قال شيوخنا دير يوم القيامة الساقط بنجحوه وما عارف شنو كده بمرروه يا زول الزول الساقط في التوحيد تنجحه اشتغل عندك انت ربنا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ده الجماعة فاتوا عزوه جماعتك الجماعة التي تدعي أنها على السنة فاتوا عزوه هناك وتاني بيجوا بيجا مسجد الكباش فطروا جماعة من متعة الحرم ذاك يتعشوا مع الكباش ومشوا مدرمان مع ود الصايم الشغلة بيقى ذاتها ما مفهومة الناس ذي انبرشوا انبطحوا الحاصل شنو احنا ما قادرين نفهم لكن دين الله ده ماشي والله دين الله ده ما بقي في كل أن نبشر المسلمين وأن نبشر على التوحيد أي زول ما يخاف على دين الله يخاف على نفسه لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء لأنه في
في منظمات وفي قريالات وفي دينار كويتي وفي عربات يدوا عربية باقي لك برادو. ده تاني بيتكلم بيقولها صوفية عباد قبور، ده قال لها صوفية أحبابي، وقال لها أنا بسمع شعر عبد الرحيم الزريبة. ده واحد رئيس كبير ما تسمع وبدري، قال أنا بحب شعر عبد الرحيم الزريبة. وعبد الرحيم الزريبة ده ما في زول فتن الأمة السودانية تجي عبد الرحيم الزريبة بالشعر بتاعه ده. كله شرك وكله باطل وكله ضلال وكله بدع. ده قال بيحبه، وين الولاء والبراء؟ ودعوتك دي كانت قايمة على شنو بدايتها؟ وأنا عني هذه الجماعة التي الآن تنتسب إلى السنة، والله حسرة تكاد يتفطر منها القلب. يا أخي ما معقول للدرجة دي وصلت، ويمدح إمام الأنصار ويظهرنا ويعجبنا مظهر القوة والفتوة وخلافنا مع السيد الصادق، ولو كان ما عارف دي حرية شخصية وإيه وإيه. يا أخي براشة ذات لما والله جابة كبيرة عديكة. يا أخي والله ما في زول عنده ولاء ذرة وذرة ولاء وبراء يقول الكلام ده. يا إما الناس زيل عارفين نفسهم بيسووا في شنو، وإما الناس زيل جهل، واحد في اثنين. ونحن نقول إنه الناس زيل عارفين نفسهم بيسووا في شنو، الناس زيل ما جهل عارفين نفسهم قاعد يسووا في شنو. عشان كده الكلام معلش أخذ منحة تاني، لكن الناس تكون واعية تتمسك بالمنهج السلفي الصحيح الذي لا غبار عليه، وما تتبع عليك أي جماعة يا زلمة. والله نصيحة لوجه الله تبارك وتعالى، ألا يكفيك أن تكون مسلما على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كفاية ده الكفاية. الجماعات دي كلها خليها، لأنه الجماعات دي مع الشباب تلقى نفسك بتدافع عن الباطل. والله جد، وكثير ما يا ما كثير من الناس الآن بيقوا يدافعوا عن الباطل باسم هذه الجماعة، والحق ده واضح، كل من انحاز إلى الحق فهو المنصور، ومن دافع عن الباطل فهو المخذول. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتتمسك بالمنهج السلفي الصحيح الذي لا غبار عليه، وخلي كل الجماعات وكل الطرق وكل الأحزاب وكل الفرق والملل دي كلها أكفر بها. والله جد ما فيها خير، لأن ربنا قال في القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وربنا يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فالمنهج واضح، والكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ده الصراط المستقيم. أما الجماعات والأحزاب دي دارين بس يغلب تعد لملمة ساي وخمخمة. والله جد، لأن ربنا في القرآن قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا علم ذلك ينبغي للإنسان أن يتمسك بهذا الدين كله، في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملة وفي كل شيء. الدين ده ما كامل، والمنهج ده كامل في أي يعني منحة وفي أي اتجاه كامل. معاملاتك ضبطوها لك، أخلاق ضبطوها، التوحيد موجود ومعلوم ومضبوط. فما علينا إلا أن نتبع، فما علينا إلا أن نتبع وندعو إلى ذلك. والله يا البلد دي دائرة توحيد يا ناس، بلدنا السودان ده دائر توحيد ودائر دعاة للتوحيد صادقين وشجعان. شوف شغلة دي فيها مشاكل وفيها ضرب وفيها ما فيها. والله جد طلعت للتوحيد توقع أي حاجة، طلعت للتوحيد يتوقع يضربوك، يتوقع يشتموك، تتوقع أي شيء. لأنه ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ده ابتلاءات واختبارات وامتحانات، فالزول اللي بيصبر والله ربنا بيرفعه في الدنيا وفي الآخرة، والزول اللي بيتلولو ويتلون ده ترى بيلقى جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة. والله جد ربنا يهينه، لأنه ربنا قال
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وبالذات إذا بقى يحارب دعوة التوحيد. والله إذا ربنا يخذل خذلان، خذلان ما بعده خذلان، لأنه حارب دعوة الأنبياء والرسل وحارب دين الله تبارك وتعالى. الدعوة دي منصورة ومؤيدة، والله تبارك وتعالى مظهرها على كل الدعوات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. معليش طولنا، لكن المقام يطول أكثر من ذلك. أنا أكتفي بهذا القدر، وأقدم الشيخ الطيب